مرحبا شباب، بدي اخذ من وقتكم دقيقة لنحكي عن موقع الشركة اللي بتبيع فيه العملات الخاصة باللعبة. من هون فيك تشتري اي شيء من الدي جيم للموموريوم حتى البريميوم، المفاتيح الجولد الفضة والبلاتينيوم حتى. وفي كمان عروض مجانية بتنزل مثل ما لكم شايفين، في عملة 100 ايثيريوم هي بشكل يومي عم بيعرضوها هلا لفترة محدودة، وفي عروض حصرية بيجي فيها دبل الكمية مثل هي. اذا حبيتوا تشتروا من الموقع لا تنسوا تستعملوا الكود الخاص فيني تدعموني عن طريق انكم تدخلوا على support your creator، بتحطوا الاي دي تبعي اللي هو بلاك ايجل بالخانة هون، وبتعطوه كونتينيو، بتترك اسمك هون ومسج الي اذا حابب. مالك حابب فيك تعمل كونتينيو بدون شي، وبتحط الاي دي، بتختار المنصة تبعك اندرويد اي او اس او ستيم، بتحط اي دي تبعك باللعبة اللي موضح هون بالصورة، بتحطه هون وبتكمل الشراء وبيصلوك على حسابك مباشرة. بس كان هذا كل شي، يعطيكم الف عافية. يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح نحكي فيه عن السبدور قبل النيرف وبعد النيرف. بس قبل ما نبدأ بالفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو وتشيروا لرفقاتكم ليستفيدوا منه. السبدور قبل النيرف يا شباب مثل ما بتعرفوا كان رينجو 600 متر، الضرب تبعه سريع، بيفرغ المشط بسرعة وبيعمل ريلود لمدة 5 ثواني. الفيديو هذا اللي عم تشوفوه قدامكم مسجل قبل ما يصير النيرف، شايفين سرعة الاطلاق والمدى 600 متر. الفرق اللي صار بالسبدور حاليا انه قللوا الرينج تبعه لل 500، وسرعة الاطلاق صارت ابطأ بالنص، يعني صار بده دبل الوقت ليفضي المشط. ففعليا انت 50% من الدمج تبعك خسرته مقارنة يعني للوقت، يعني انت بدك صار دبل الوقت لتفضي المشط، فبدك دبل الوقت لتعمل الدمج. اما غير هيك ما في اي شيء، ما نزل، كان في انه ينزلوا الدمج تبعه ولكن غيروه. الجيم اللي عم بتشوفوه من اول جيوم ضدنا 3 من كلان اسبا ومعهم اليوتيوبر المعروف فريدوم. فمثل ما لكم شايفين انا بمواجهة حاليا مع فريدوم، هو بالرابتور. طبعا كمان الرابتور هذا قبل النيرف، فكل المباريات اللي عم تشوفوه الرابتور باسلحته مو من الرافين هذول. ورغم هيك طبعا السبدور كان هذا السيت اب اللي على الباجليور مخيف، 4 سبدور مع البفات اللي بيعملها الباجليور كل ما وقف ضرب، مجرم يعني. غير هيك تعباية المزر شيب فيه جيدة، ابدا مو سهلة. مثل ما لكم شايفين كل يعني كل مشطب كل تقريبا. انا حبيت اعمل الفيديو بس كمقارنة بين السبدور سابقا والسبدور بالوقت الحالي. طبعا مثل ما لكم شايفين هلا طلعت الاشارة تبع انه مكست النيكولار امبليفاير، فدمجي هلا فيه زيادة 95%، يعني انا هلا عندي وصلت للماكس دمج فينا نقول. مثل ما لكم شايفين هذا السبدور، هذا الرابتور هلا عمل فيس شيفت. بس هاي كوري كمان، الكوري هون مو من الرف. لاحظوا هلا انا بخسر سلاح من اسلحتي، بضل بثلاث اسلحه فقط. رغم هيك الدمج اللي عم بعمله ابدا مو سهل، الدمج جدا عالي ومالي يعني، رغم انه 3 اسلحة مالي حاسس بانه نقص دمجي، لانه اوريدي مكستر النيكيولار فالدمج اصلا عالي عندي. هلا بتشوفوا على التايتنز كمان انا بصغير بساعد شباب. بدنا ننسى انه الخاصية الاساسية للسبدور انه بيعمل راست ايفكت. الراست ايفكت بتوقف الخصم من انه يهيل 60% من الهيل بيوقفه. طبعا كان بالبداية اول ما نزل بيوقف الهيل 100%، بس طبعا المفروض انه هذا كان غلط وصلحوه، بس هذا الغلط ضلت معنا شي سيزونين او اكتر، حدثين يعني تقريبا شي 80 يوم لحتى صلحوه. بس حاليا بالوقت الراهن بهذا الفيديو كان مطبق اوريدي موضوع انه الريبير بيوقفه فقط 60%،
وطبعا بعد النيرف لساته بس بيوقف الهيل 60%. طبعا هذا الحكي بدك تنسى اذا اللي ضدك مستعمل المزر شيب اللي هي الافالون، مثل ما كنتم شايفين هون جاي علي بالماولر اللاعب التركي. فطبعا الشباب عاملين عليه ديس مارك بالباس فايندر، وانا عملت عليه الرست مثل ما كنتم شايفين علامه الرست عليه، ف تقريبا نهيناه هون برسس بين وراه لانه انا كنت زاتت التورت وراه، وفي جنبي شنلو بس ما له مستوعب انه انا ضده وانا ما ضربت عليه مشان ما شلقه انه انا ضده مو معه لانه ممكن انه يقضي علي. بلتهي مع الشباب بانه نقضي على الماولرات، فعم بعطيهم راست على الماولر الثاني بعد ما خلصنا على الاول. هذا الماولر الخاص بفريدوم شبه كنا قاتلينه، ولكن شكله هو عمل ديستروي كرمال يلحق المنارات، لانه مثل ما لكم شايفين خط المنارات تبعهم منتهي، فهو عمل ديسترويد ورايح يحاول يجيب منارات. عم بيلعب صح يعني، بس فاتوا القطار يعني الجيم خلص انتهى بصراحة. يعني كان جدا مرعب اربعة سبدور على البغليور، الدمج تبعهم ابدا مو سهل رغم انه هون يضلوا ثلاثة. شوفوا الايفل بس استنيت لعبي المشط بطلع هو طاير الايفل. طبعا هذا الايفل قبل النيرف كمان تقريبا شلت له خلينا نقول ربع دمه هو بالجو. هذا كان الجيم الاول، وواضح قديش السيت اب او بي، يعني مثل ما كنتم شايفين جايب 8 مليون دمج، وشايفين ثلاثة من كلان اسبا، وهي صديقنا فريدوم من كلان هيلز نوجه له كل التحية، ما قصر بالجيم طبعا نعمل شغل جدا طيب. ننتقل للجيوم اللي هي بعد النيرف، يعني هلا هون حتشوف فرق الاطلاق، وطبعا المدى كثير فرق بين انك تكون عندك 600 متر بين 500 متر. انت دخلت الرينج اغلب الاسلحة لما تدخل على ال 500 متر، فالرينج كثير بيساعد. كان هي يعني خسارة بصراحة يعني مو سهلة انك تخسر 100 متر من رينج سلاحك، بس anyway حتلاقي انه انا بوجهة نظري انه لساته شغال، خاصة بموضوع الراست انك توقف الهيل لخصمك. شايفين الاطلاق كيف هذا رابتور تقريبا 3 ارباع دمه شلته لانه ما له قادر يهيل. نفس الحكي بينطبق على الكوندور. الكوندور مثل ما بتعرفوا حاليا بالجو ازعاج بشكل مخيف، ولكن مع هذا السيت اب بتوقف له تقريبا مثل ما حكينا 60% من الهيل تبعه، فبتلاقي ممكن تضربه وتقول له دروعته وما يهيل، فبيكون جدا مزعج لاصحاب الكوندور. انا جربته بكذا جيم بس مو كلهم سجلتهم لانه مو كلهم بيستاهلوا انه يبينوا القوه. اخترت لكم افضل الجيوم. صحيح يمكن هون ما في كوندورات كتير، بالجيم الثاني بتشوفوني عم بواجه كوندور، ولكن هون فعلا انا كنت عم بلعب فيه برولر، يعني السيت اب هذا المفروض تلعب فيه من بعيد، معك على 500 متر بتلعب على 500 متر، ولكن انا كنت عم بش فيه على مقرهم واضرب. طبعا الشباب معي وحوش يعني ما بنخاف عليهم، ف لهيك بدك مثل ما بيقولوا تسرق الكل من بين ايديهم سرقه. هذا الايموجي كان سوبر مزعج بالنسبة الي، كل ما واجهه انتبهتوا بنص مشط طار الكوري. طبعا هذا الكوري منرف اكيد مو مثل الكوري اللي قبل، فمقارنة مثل ما حكيت انه قبل وبعد، بعد ما تنرفوا كل الروبوتات وكل شو اسمه الاسلحة، فانا برأيي ساتو السيت اب جيد جيد، وبصراحة مبارح يعني عم بلعب فيه مستمتع. طبعا هون قتلني الايموجي. انتقل الجيم اللي بعد منه، هون اظن في مواجهة ل او بيطلع بوشنا كوندورات، فانا حابب اورجيكم فعلا ممكن تشيل كوندور بمشط واحد وهو بالجو.
طبعا هون في ايموجي نزل على المنارة فورا بيوصل. شباب حاطيني ببوز المدفع. هذا الطابة فتح بالجو، ما بعرف شو خطر بمخه. طبعا كانت غلطة حياته. او شو عم يدفشنا. هون بناخد كمان شوية استكات من الباس فايندر، مثل ما لكم شايفين عندي 3 استكات دمج صار. وهي رابتور فورا نوصل لاست ستاند. طبعا مو لحالي عم بضرب عليه عشان نكون بالصورة، شايفين هون بس لانه برات الرينج ال 500 بشوي يعني مالي قادر اصيبه، فهذا فرق الرينج مثل ما عم بقولكم بيعمل. انا بتذكر اني مواجه كوندور بهذا الجيم، ما بعرف بجوز غلطان، ولكن مثل ما عم بقولكم السيت اب فعلا فعال ضد الكوندور. بجوز انا غلطان هذا الجيم ما فيه كمان، ولكن واجهت كذا كوندور وفي منهم شلتهم بمشط واحد. هذا قلش طبعا الجلتش تبع اسلحة الصوتيات المزعج، ما بعرف امتى ممكن يحلوه، ممكن نستنى لنا شهرين ثلاثة كمان لحتى يقرروا يحلوه. بدنا نصبر، كل شي بيستنى الا الروبوتات الجديدة والاسلحة الجديدة ما بتستنى. مثل ما لكم شايفين الاوشو حتى التايتن، هلا اي تايتن البيدوير طبعا مو لحالي اكيد عم بضرب عليه، ولكن مع بفات الباس فايندر وهذا الدمج مخيف. اذا انتبهتوا لهلا لحتى مكست النوكيولر، مو مثل الجيم اللي كان بالبدايه قبل النيرف مكس النوكيولر بسرعه مخيفه، لانه انت عم تعمل دمج اعلى بكثير بالوقت اللي هون بده لحتى يعمله، بدك دبل الوقت هون حرفيا لحتى تعمل الدمج اللي بتعمله قبل النيرف بنص الوقت. ولكن لازال خلونا نقول فعال بشكل جيد جدا، يعني مو ممتاز مثل ما كان قبل ولكنه جيد جدا. بس هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا منه، وبشوفكم على خير في فيديو جديد. إلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله.